وش اللي برايج ليش اشرح فيها طرق الاصطياد؟ طرق الاصطياد تستخدم هذه الحركه مو في كل الحالات، افضل حاله لها مع الدوران لما يركل خصمك باستخدام مثلا كوخ بوكس جري او سبين هيل كيك او شيلو جري ايا كان، فلذلك تستخدم هذه الحركه اللي شرحها هيثم من شويه. خلينا نقول هيثم مثلا واقف وضع قتالي مستعد لإيذائك بهجوم، فالافضل انه مهما كان خصمي بيتبع حركه احاول اشوف حركه الخصم ايه هي اللي بينطلق عنه من خلال عيون خصمي، هدرس او عن طريق الفتره الزمنيه اللي قضيتها في الهجوم القتالية حتعرف اي حركه حيطلقها خصمك من خلال تأشيرات عيونه. اوكي، انا واقف دائما في القتال، اذا الخصم كان واقف بالشكل هذا ابدا لا توقف في نفس الصعيد، اذا كان واقف بالقدم اليسرى للامام وقف بالقدم انت اليسرى للامام، اذا وقف باليمين لا توقف انت باليسرى للامام، بهذا الشكل يصير جسمك مكشوف ركز في النقطه هذه. هذه افضل طرق للتفنن في الفنون القتاليه عن طريق الاجنبيه. الهدف من فنون الاصطياد خصمي حيضرني بهجوم واحد، لاحظت الشكل هذا؟ اوكي، اجي مره ثانيه، انا بمارس الحركات بشكل بسيط جدا حتى من اول باب. مره ثانيه لاحظ خصمي سلو بضرب سبين، انا ابتعدت عن طريقه ركلته بالتفادي للاسفل، مره ثانيه حاولت التفادي واحد ركل نزلت لاسفل. انتبه لما تجي تدافع عن نفسك من الركله الاماميه ابدا لا تجي بالشكل هذا، اوكي ابدا لا تضر نفسك، حاول دائما إذا كانت الركلات خلفية جاي سبين بإمكانك تجلس من هنا تدافع عن نفسك بشكل أفضل. أوكي؟ دائما هذه الخلف وليس الأمام. واضح؟ الحين لاحظ أنا أعطي الجانب استعداد للالتفاف للخلف، ما أجلس بالشكل هذا لا، من بدري من جد أتحرك. لاحظ؟ أوكي؟ من هذا المكان مجرد أنه يضرب هنفذ الكيك بشكل بسيط، واحد أوكي؟ بالشكل هذا شكل بسيط جدا بحيث انه ما نعور بعض زي ما قلنا، الحركه قويه حيكون تاثيرها اكبر على الخصم، ممكن حتكسر زرابهم. لاخر مره بشكل مبسط، واحد حيا بهذا الشكل. لاحظ بامكاني هنا دايركت او كي تدمير الخصم مباشره. واضح؟